خطابيت خشتبي دهينا سر توازي. توازي شيا هو تقطيع لجمل متماثلة في التركيب ويولد إيقاعا موسيقيا. إيقاعك موسيقي يعني جلك مهندا جرق ويسري تهد بيجتا إيقاع موسيقي اختيار داتا فيتو بيجي توازي. يعني موسي وقت توي بيتك شعرك تدخيني تظني شتي موسيقك اجدف مروفي أدرت كبيتا أحمل نسقا ويكون في شعري والنثر شعري دوت نثر دوت شو مشكلة هنا إيقاع موسيقي هرو هاي نجومه لا تغل وزاره لا تغل أفجي توازيا فلا بكان ولا ضحك ولا أمل ولا ضمير ولا بأس ولا ندم اشتي موسيقك اجدف مروفي دركا طويل القامة كثير النشاط وسيم الوجه أبا نشعرجي بس تي إيقاع موسيقيك اجدف ما دركات أبجي نفسي حالتي سلمى بماذا تفكرين سلمى بماذا تحلمين أفا توازي يجلك موضوعك سهلة يبصانايا هند جروج لتبرخده هيك اختيارات ده تنصين تجاوب دي لبرخده طبق تدانينا لبرخده مقابلة تدانينا لبرخده تشبيه تدانينا معنوي توازي تشخيص تدانينا معنوي توازي بفين ركيجي تشي تو هيك معنى جي نظاني تو خربطيجي بفين ركيجي بفوده شو دي نظان إن شاء الله دوبين أسر التشخيص التشخيص چيه؟ إعطاء صفة إنسان لغير إنسان بل إعطاء صفة إنسان يعني صفتك إنساني ده نإنساني ده جمادك ده نمروفك هذا بجنفه تشخيص طبعا ما هي التجسيم جي ما هي بس التجسيم كتابة ما ده إشارة بين دايا دي بتبيجم جي نمونك هكا دنيا هات بلكي سي جملة بتبهن إيكي شون تشخيص بيت بتبزاني كيشك تشخيص إعطاء صفة إنسان والصبح إذا تنفس سبيدة هي ما تنفست هالكيشين مرونا أم تنفست هالكيشين بس يكيدية تشخيص صفتك إنساني إدائي الكتاب صديقي بكت السماء وزار القط فأران يعني ما بشي كتا سرا مشكي بنمونا نخير يعني أبا قلك نمونا بيجي ما يتهين فيري قال الحجر السحب تركض قال الفيل للعصفور أن تشخيص كتابة هاي في نشيد الحرية في نشيد الحرية بغضب الإنسان أي هل الحرية يغضب؟ لا الإنسان يغضب إلى آخره إذا ما تشخيصي ما قدي الفيل ما في تصويره يشكلي دو جبيرنا كي البرق البرق تشي ما حاسك هاي كيش حاسة هكذا قلت تبارك بارك أبريسي أبريسي باربتر قلت طلبة خالد بن بجن حاسة بصرة نخير بريسي الرناهية لمعانة البرق حاسة البصر القل تصوريجي ما إناي بل بل أفا ما تقريبا بدوم هي إنا بلاغة بشكل خلاص بو نكاد هي ما بتاه عندك تشتب صناهية كرين دوتو إجبير نكي بخير أفان تصيرا تو إجبيرنا كي ما هي المذهب رومانسي طبعا مذهب رومانسي لسر هين لسر شرح كين تاريخه ويت شو مشكلة ويت قال كلاسيكي قال واقعي واشتراكي مذهب رومانسي دي بتفصيل وشاعرات ويت دي بيجي من هكذا بتاك كرتيك فكرك السر شو بسيارة جبهتن تو بخير أفانتاسيرا أفانتاسيرا دي توزاني كتش المذهب الرومانسي كان شاعرك تهين برخب دي شيلي إلي أبو ماضي إبراهيم ناجي أفيد كينا أهمية مذهب رومانسينا أفيد مذهب رومانسينا أفيد الشعر هين الشعر بما قوتي ما هشتا احتمال شاعرات هين بس أبا أول أفيد كتبة ماذا أفيد الشعر هين مثلا شيلي شاعر إنجليزي مثلا بشتا لبنانية فرنسية نخير توفيا غرقا هذا همي أسئلنا بسيارة وأوليو يجي تاريخ بونو مرنوي هكا هبي ميدانا هي 1792 مثلا 1822 أفها تاريخ وانا محاولة بك في تاريخي بخو إجبر بك يعني كردي بيت عربي بيت إجبر بك إجبرناك شو اختياراته بهن قالك شتيه كنيادي إلي أبو ماضي شاعر لبناني إيه كان ولد هزار هيصد نوطي بمناوسة بس هرنوي كتبه مدعينا انه مطلوبة منه فهجر قوتي توفي في سنة مدعينا
ناشي بيجي هكا شار هاتن يا شار يقول كله ما ذكر غير صحيح دوي اختيار كده دوي هالبشري بون يا هاي بس مرن هنا إبراهيم ناجي هردو ندانينه نبون نمبر ندانينه خلاص يعني المذهب الواقعي هذا هبي دوي واقع أو شيء ما اختصار كريم ناظم حكمة قال أجرى ناظم حكمة يهاتي يعني حتى اختلاف ما بين قالك ما مستوى شيء وده أصلي بغداد العراق هنا كتاب يقول ناظم حكمة تركي تركي كيش مذهبية واقعي انتقادي المذهب الواقعي مانا انتقاد النقد يعني أرخنا معروف الرصافي العراقية أوجي واقع انتقادي دكتور عز الدين مصطفى كردية أوجي يتم أذهب الواقعي ده هذا كفكرة دتو إشبيرنا كيدو خيروان تصور بهنا بيروتا بوتا سهل جدا يعني العصر الجاهلي العصر الجاهلي مثلا زهير بن أبي سلمى وأصحاب المعلقات من حكم زهير أو صالة بون مرنوي يا موجودة أريجدتو إجبر كيلو أصحاب المعلقات معلقات معروفا هنجي دا شعري تشيكن سر جلدك تشيكي دا تعليق كم ديوري كعبي بكن بدني معلقات يعني أو شعري جلكي بقوة زهير بن أبي من حكم زهير حكم الدنيا يعني حكم أمثالا قلتنا مظلنا تشتب فايدنا أخفنا فايدنا يا دي الطرفة بالمعابد أو جي أصحاب المعلقات صالة بون مرنوي هردوك موجودا اتنفسين هكا الدنيا تجبير كرجي بخو وكي بيركاريا ناقص كا كوشان جيبريا كوشان صال عمر برينا دي بخيروي عمري دي توزاني ش 538 حتى 564 أو جارك كا دتو اجبير ناكي العصر الاسلامي والعصر الاموي افن هردو عصراجي اف شاعرات موجود بون كعب بن زهير وهروسا كدي جميل بن معمر اذا كعب بن زهير ابا ولد في الجاهليه وعاش في صدر الاسلام او دي ويتشوب قصيده بانت سعاد او جي صال صلا أوديوي بونوي نينا بس يوم مرنوي هاي هجري وميلادي جاي ها خلت نبنا بهجري وميلادي ها صالة بونا وينينا بس بستبينج هجري كفتة مقابلي برامبر 645 ميلادي 645 ميلادي أو بشكل بل أوجي جميل في الناس أمثالي في شعراوية نو في شعراوية وهروسا بونوي بما هذا نايا 701 ميلادي هالشهر بن يعني هكا افهد قلت تولي ده هالشهر بنا ولده ها بتوفيا فبيزاري وصلتين سؤالت فكري قد بخدني طلبة چند حساسة چند دقيقة بتمرو في هالشهر يعني سؤالت بيزاري ده بل قطابية هجو خشتفي ده هين سر افا وحدة بينجي عصر العباسي وحدة بينجي اكو افصالة داخل نبوه وحدة بينجي إجبر في الظروف كورونا عصر العباسي وحدة بينجي دايم إيه أبو فراس الحمداني نافي شعرويتش أقول وقت ناحد المتنبي حكمة أبو العتاهية أفا واقعي من للبطون الجائعات أفا نافي شعرويت طبعا تاريخ بون مرنوينينا متنبي يهي أبو فراس الحمداني جي يهي أفان جي إجبر كي عصر العباسي هذا كان هصادرك ميد بوتا إيناين هصادر الأفعال الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية قالك طلبة الفيري أوسيد بن هصادر طبعا قالك المصادر متوسطة وإعداد احتمال آيات خان دينو وقالك تفاصيلك ومظنات إذا أم بي كم هندي مظن أم نشين شرح كين شو قالك وقت بيشي ما مختصر كرين أما هندا تشير قوتي دي قاعدة كجي دي حاسكي دي بوها ونفسم دي بوها دانم ودي بصاناهي در كابيت هشتا دي جوي بصاناهي در كابيتان أفا مسار أفعال الثلاثية والرباعية والخماسية أفانا دي جبال كان جاري مثلا خضيرة خضرتون حمرة حمرتون أفا ألوان وانا هرا يدوي يعني أحسن إحسانا انكسر انكسارا يسي يدي استغفر استغفارا استفاد استفادة أفا استقام استقامة أفا جي خدي حاسك دي بوها ونفسم بشكلك هشتا بسيطر وقاعدك بسيطر دوتو مصادر خلت نبي
جالك طلبات بسيرة مصادرات كان بيجن سيدا أم فوان مصادرة أمدي خلال بين نوكا دل سر صبوري بوا هدك شتو بس كتابي زيد عزيز نوكا دهين سر مصادرة ما قلت بشك باب زحمة بصانا هيتر اللي بكين بشاكوري بابا تاكي جالك برفرها و جالك بريشة بس بوفي مرحلة دي محتاجي أفوانا بحتى حدكي وخلاص دي بشتراز بيجين نوكا بونمونا فعلك ثلاثي بتاهات مثلاً دي بيدا فعل ثلاثي شكرا دي بيدا شلتا شكرا هذا نظريتش شكرانا بهكا ألوان هاتن مثلاً حمرا صفرا أنزرقا هات دي بيدا حمرة بهكا بوتا فعلك هات أولي بألف دس بيكر مبدوء بألف شو بيجي اندفع اندفاعا أدو لنا قاعدة هذا بخرى قبل آخر ألف كلمة يقول بري حرف أخيره بري حرف أخيره أو دي بو ألف بو تري تشكي استقامة نبدأ استقامة بشكل دي تشي بدا بلعا يودي هكا هوت على وزن أفعل روستا بجي ألوانا أحمر بس هكا أحمر هوت بجي احمرارا باشا حمرة حمرة أو دخلت نبي أبا البر مصادرا أبا مصادر بشكل هشتا يبر فرها قلت شديدين بس أبا كرتي بس مصادر بوفي مرحلة بس يارك كيفن دشتاكم كما البيرتا أن أما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور من قد بدا كما البيرتا أن مشافهي قد بس نفسي أنه كريب تبيشم باشا أبا طباقة أنجي مقابلة طباقة مقابلة دي بيجي سيدة أعمى وبصير عكسي إيك يكوريا نيكوريا بينيت نو بيني الظلمات مثلا طارياتي ورنا فجي عكسي إيك دي بتا مقابلة أن دي بتا طباق نخير أم دي بيجي نفيري أفا دي بتا طباق بوشي چونکو نل مقابلی ایکن ها دیوک رایت هاتی ما گوت هکل دیوک را به دبین طباق بس مادم بس هکر مقابلی ایک با مثلا اول ویری با اول رخیدی با وکی افل یضحق و قلیلا و لبکو کثیرا دوی حالتی بیدا چه دوی تا مقابله درسته گلی قطابیت خوشتوی نکاتی چی نسر بابت اوید بیشن ام عربیت ضعیفین اوید ام بیشن ام نظام معنای ابت ام تناگهین عربیت ساقط بم از زمانی نظانم ام بیشن خود زمانی جی نظانی تو بچکی محاوله بکی دی زانی بو چی چکو عرب جیب عربی ساقط بم و کرد جیب کردی ساقط بم گل جارا بس دیف هاولداناتا یا و دیف زیدکیاتا یا تو دی خمی جیب خو و دی حس که معنای جی نظانی دی جاب دی دی هی وقتی تو مای بطال اوانا بخوب خینه هذا كلمنا مرادف اتمنى مرادف يعني نفس دو كلمنا نفس معنوية او مضاد عكسية او مضاد عكسية دي شو دي فانا بخخيني كلمة مرادف و اضاد دي هي ما كان صفحة كدوين نفتا هكر اف صفحة واضح نبن دليت نبن دي چكي و تقلق بفين چكا و قلق نبن نشن هم يو بوتا بينين دي چا افتي بينيك ما بوتا داناي تمامية أفن مرادف ومضاد الكيرينة في سايتيدا كيش حصريا قراءة كتاب قاموس الطالب في المرادفات والأضداد القدرات أولويري أدي تشي يوتيوبي دي في ليدي ودي بوتا أف بابتا أفهمي دهين دي توب تفصيل دي خيني جالك نبدو بيش بيش بخينا دي معلومات التجالك شو بيش كلمة كيش فان بهيد أفتا تفايدة كير دهين أسر بابتا كيدي اكو جلك بسيار سرتين او جي الجلج هوجي هاي الغزل الغزل يعني حب العشق اف غزل دو نوعا غزل البدوي وغزل حضري البدو والحضر او تفرقت ما بين الغزل البدو يعني هي مشهوره يو جندو غزل العذري يعني فيونا جندا يا باقجة وهر وصلنا كلمات ديجيت هين غزل هكى مرادفة مثلا العفيف يعني باقجة أوجي العذري الطاهر أفجى همي باقجينا طبعا أفاد شو زين أفا غزل البدو هكر شاعري عدم تركيز على ذكر مفاتن المرأة أفا جلك مهمة يعني جلك بحثي فيونا كباقج بيتن نايا جسدي بيت يودي الغزل الحضري فيونا نيو باقش
يبوجيرا أوجي هندا مصطلحات ديتين هيك بتاهاتن الماجن الفاحش الإباحي أذجي التغزل بجسد ومفاتن المرأة هيك أبتدى بتشعره ده معنى أذايو حضرية نيا بدرية أذجي نوعة غزلة بو دهينة سر ببابتي أمين كتازاني وقت بيتدى البدو للحضر ده بزاني أبا بحسي يو قندايا بلد قطابيت خشت في خدي حسكي الدرس بهتن أم دي هشيل الحرية دي بها شروفكين وتمرينة دي حلكين بنشوف داري خلي الله بشار.